للصيف وسيف ماضي على الهندسة الصوتية. العناوين: ماكرون 3 أشهر لإحداث التغيير ومستعد لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل. وزني يوقع عقد التدقيق الجنائي وعون يتعهد متابعته حتى يأخذ التنفيذ مجرى. سليمي يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية ورفع رؤوس المال إلزامي للبنوك. الرئيس أمين الجميل لإذاعتنا عن ذكرى إعلان لبنان الكبير. المئوية تأكيد على الكيان اللبناني المستقل والنهائي. في المئوية وقفتان للثوار في نهر الكلب وساحة الشهداء واعتصام أمام قصر الصنوبر. خامنئي: الإمارات خانت العالم الإسلامي وفلسطين بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل. بدون أي تردد، هلأ هو الوقت الأنسب لتستثمر وتزيد مصرياتك. شركة CFI مع أكثر من 22 سنة خبرة وسيط واسع بهالمجال، هي اليوم دليلكن للسوق العالمي. عمولات، ذهب، نفط، أسهم شركات عالمية وكتير مجالات غيرها. استثمروا مصرياتكن هلأ مع CFI. اتصلوا على 01-333-525 أو زوروا cfilebanon.com. ثبت خطواتك مع CFI. في مشهد بالغ التعبير على التوقيت المئوية الأولى للبنان، لا يزال هذا البلد يبحث عن ولادة جديدة وسط مخاوف من الدخول إلى المئوية الثانية بأدوات مهترئة وزائفة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكتم مخاوفه ورفع من منسوب تحذيراته، محددا مهلة 3 أشهر لالتماس التغيير الحقيقي تحت طائلة حجب خطة الإنقاذ المالية وفرض عقوبات على الطبقة الحاكمة. حتى الآن لبت السلطة شكليا التوجه الفرنسي سياسيا وماليا، ونال ماكرون أولا ورقة التكليف التي تبقى غير مكتملة بانتظار التأليف والإصلاحات المطلوبة، وثانيا ورقة التدقيق المالي الجنائي الذي تم التوقيع على عقوده اليوم، لكن أيضا من دون ضمان خواتيم التحقيق. الرئيس المكلف مصطفى أديب الجديد على مهمة التأليف سيجري استشاراته غدا في عين التيني، ما يشكل أول اختبار في شكل الحكومة ثم في برنامجها. في الانتظار نبض الشارع في مكان آخر يطالب بالتغيير بعدما سحب شرعيته عن السلطة الحاكمة. قبل أن يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشق السياسي من زيارته بيروت، وفيها لقاء مع رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي والقيادات السياسية، حدد في سلسلة مواقف التوجهات الفرنسية. فقال ماكرون في حديث لبوليتيكو أن الأشهر 3 المقبلة أساسية للتغيير الحقيقي في لبنان، وإن لم يحدث ذلك فسأغير مساري وسنحجب خطة الإنقاذ المالية ونفرض عقوبات على الطبقة الحاكمة. ماكرون أكد خلال لقائه ممثلي الأمم المتحدة وهيئة المجتمع المدني بعدما تفقد المرفأ وحملت المروحيات لوتونير الراسية في مرفأ بيروت العمل على منصة الأمم المتحدة والانطلاق من هذه النقطة للعمل مع كل المنظمات لمساعدة لبنان، مشددا على الشفافية. أظن أننا في الأسابيع الستة المقبلة علينا أن نعمل على تعبئة المجتمع الدولي وأن نحسن الشفافية، ويجب أن نعتمد على المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي رعته أيضا الأمم المتحدة، وبفضل جهود الأمم المتحدة نسعى إلى دعم
من الدول المختلفة التي مولت هذا المشهد، وأظن أن هذا قد يتجاوب مع الحاجات التي عبرتم عنها. ماكرون وفي حديث إلى موقع بريوت الفرنسي قال: لا أتساهل مع الطبقة السياسية في لبنان، ولا يمكنني القول إنه يجب أن تتغير الطبقة السياسية بأسرها، وهناك انتخابات وعلى الشعب أن يفرز واقعا سياسيا جديدا إذا أراد ذلك. وأضاف ماكرون إن حزب الله هو حزب يمثل جزءا من الشعب اللبناني، وإذا لم نرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أخرى، يجب توعية حزب الله وغيره من الأحزاب على مسؤولياتها. ماكرون قال: هناك انتخابات وعلى الشعب اللبناني أن يقرر إيجاد واقع سياسي جديد إذا أراد ذلك. ماكرون والمحادثات السياسية في قصر بعبدة. ننتقل إلى هناك مباشرة مع مروان الأدوم. نعم ميشا، يعني بعد قليل يصل رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون إلى القصر الجمهوري. الموقف الذي وصل منذ قليل كان يعني مفرز طباقة أو موقف وهمي للرئيس إيمانويل ماكرون، وهذا من يعني عمل الأمنيات. الرئيس ماكرون يصل بعد قليل إلى قصر بعبدة، حيث سوف يكون في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على مدخل القصر، حيث يستعرض سويا سلة من حرس الشرف، وتقوم فرقة من موسيقى الجيش اللبناني وموسيقى الحرس الجمهوري بالتحديد بعزف النشيدين اللبناني والفرنسي. ثم يعني يعرف الرئيس اللبناني الرئيس الفرنسي على كبار موظفي القصر الجمهوري الذين سوف يكونون بانتظار الرئيس الفرنسي، ومن ثم يدخلون إلى بحر القصر على السجاد الأحمر وسط سلة من الحرس الجمهوري وحملة الأعلام، ليبدأ اللقاء الثنائي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني ميشيل عون. هذا اللقاء سوف يستمر حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، ومن ثم ينضم إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويصبح هذا اللقاء الثلاثي. من بعد هذا اللقاء يبدأ الغداء التكريمي للرئيس الفرنسي الذي سوف يحضره عدد من يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة السابق، رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، رئيس حكومة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، طبعا رؤساء الكتل النيابية، نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي، وعدد من القناصل والسفراء والسلك القنصلي والسلك الدبلوماسي المعتمدين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين والفرنسيين، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. خلال هذا الغداء سيكون هناك كلمة للرئيس اللبناني ميشيل عون يرحب فيها بالضيف الفرنسي، وطبعا هذه الكلمة سوف يتخللها مواقف سياسية، وبالمقابل سوف يكون للرئيس الفرنسي إجابة على كلمة الرئيس عون بكلمة يتطرق فيها إلى زيارته هذه إلى لبنان وإلى مئوية لبنان الكبير والاحتفال بالمئوية، لأن هذه الزيارة للرئيس الفرنسي هي خصصت للاحتفال بمئوية لبنان الكبير. وطبعا ستتطرق الكلمة أيضا إلى الإصلاحات الضرورية التي يسعى ويكرر الرئيس الفرنسي أن يجب أن تتم، وإلا لبنان سيكون في مقزق كبير، وحتى الطبقة السياسية ستكون في مقزق كبير. إذن هذا هو برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته إلى قصر بعبدة. هذا كل شيء عودة إلى صوتنا. ولمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير، غرس الرئيس الفرنسي أرزة في محمية جاج بمشاركة طلاب لبنانيين، وخاطبهم قائلا: أعتمد عليكم. وواكبتها طلعة جوية لدورية الاستعراض الجوي الفرنسي، قامت بعرض ألوان العلم اللبناني فوق بلدة جاج، وانضمت إليها 6 طائرات سوبر توكانو لبنانية إليها فوق قصر بعبدة، وهذا سيجري بعد قليل، كما سيحلق السرب الفرنسي فوق مدينة بيروت من المرفأ حتى المتحف الوطني.
ونشر الرئيس الفرنسي تغريدة عبر تويتر قال فيها: الحرية والحوار والتعايش إنها قيم مترسخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمد قوته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير، سيتمكن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمر بها. ودعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائما إلى جانب الشعب اللبناني. الرئيس ميشيل عون وفي رسالة نشرتها صحيفة لوفيغارو أكد أن بيروت الجريحة ولبنان بأسره يحييان الاندفاعة الأخوية لفرنسا، وأكد أنه سيناضل حتى النهاية من أجل مكافحة الفساد ولن تكون هناك مساومة ولا استثناء، معلنا تصميمه العمل على إجراء إصلاحات في العمق خلال الفترة المتبقية من ولايته. في الشق المالي، أعلن رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد، وجدد التعهد بمتابعته له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ. وكان وزير المالية غازي وزني أعلن عن توقيع 3 عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي. وقبيل اللقاء الذي سيعقده ماكرون عصر اليوم مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر، نشر الرئيس سعد الحريري صورة للقائه أمس بالرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر، واصفا النقاش مع الرئيس والصديق إيمانويل ماكرون بأنه ممتاز. رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل وفي رسالة إلى الرئيس الفرنسي أكد العزم على تنفيذ برنامج إصلاحي مفصل بنودا ومحدد زمنيا والالتزام مع المجتمع الدولي السير به ليلتزم هو في المقابل بإعانة لبنان على تخطي محنته. وأشار باسيل إلى أن لبنان يحتاج إلى استراتيجية دفاعية وطنية يتوافق عليها أبناؤه وإلى طلاق داخلي وخارجي على الحفاظ على صورة لبنان الرسالة والنموذج، وأضاف: تغيير نظامنا أصبح ملحا للانتقال نحو الدولة المدنية الشاملة، إلا أن الجمهورية تبقى ثابتة وهي الأساس. رئيس تيار المردة سليمان فرنجي أكد في تغريدة أنه حان وقت تحقيق الدولة المدنية القادرة والعادلة. نائب المحامين ملحم خلف شدد خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة الأولى في لبنان أن يكون هناك دولة قانون لينطلق منها الشباب، ليس فقط من أجل الاستفادة من المساعدات الدولية. وعشية بدء مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر زيارة للبنان، أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة الحرة إلى أن أي حكومة لبنانية يجب أن تلبي تطلعات الشعب عبر تطبيق إصلاحات جادة بشكل عاجل. إلى ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كاونتي سيزور بيروت الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين. قبيل الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب غدا في عين التيني، زار دار الفتوى والتقى المفتي دريان في إطار جولاته البروتوكولية، وكرر التأكيد أن الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل. تشرفت صباح هذا اليوم بزيارة صاحب السماحة وبزيارة هذه الدار المباركة لأخذ بركة صاحب السماحة وأخذ آراءه التي تتمثل دائما بالموضوعية والاعتدال والوسطية. ادعو لنا بالتوفيق وإن شاء الله نسعى بأسرع وقت ممكن إلى تشكيل هذه الحكومة الجديدة. الوقت اليوم ليس للكلام، الوقت للعمل. ادعو لنا بالتوفيق. ننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة مع مروان الأدوم. نعم دعاء، إذن بالفعل كما ذكرنا وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق إلى القصر الجمهوري في بعبدة، حيث قامت فرقة من موسيقى لواء الحرس الجمهوري بعزف النشيدين، النشيد الفرنسي والنشيد اللبناني، وقام الرئيس الفرنسي باستعراض كل سلة الحرس الجمهوري. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون خرج في هذه الأثناء من مكتبه يرافقه عدد من الضباط والمستشارين ليستقبل الرئيس الفرنسي على مدخل يعني البهو الأساسي للقصر الجمهوري. سينتقل وإياه والرئيس الفرنسي على السجادة الأحمر وسط سلة من الحرس الجمهوري وحملة الأعلام إلى داخل المكتب، حيث يكون هناك خلوة بين الرئيس عون والرئيس ماكرون تستمر لحوالي ثلث ساعة
تتطرق إلى يعني زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في غضون شهر الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إلى لبنان. وطبعا سبب هذه الزيارة الاحتفال بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير. وسيتطرق أيضا النقاش إلى الأوضاع السياسية في البلاد. وفي هذه الأثناء نسمع دعاء مرور الطائرات الفرنسية والطائرات اللبنانية. هذه الأسراب من الطائرات التي تمر في أجواء القصر الجمهوري وأجواء المنطقة أي منطقة بعبدة، ويعني الدخان التي يتصاعد من هذه من نفسات هذه الطائرات هي يعني هو دخان بألوان العلم اللبناني والعلم الفرنسي، وذلك ضمن يعني برنامج الاحتفالية وفعاليات الاحتفالية بمناسبة إعلان دولة لبنان الكبير، المئوية إعلان دولة لبنان الكبير. بعد قليل تبدأ هذه الخلوة بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وميشيل عون. ينضم إذا هذه الخلوة بعد انتهائها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتصبح هذه الخلوة ثلاثية. وبعد الاجتماع الثلاثي يبدأ الغداء الرسمي التكريمي، حيث سيكون طبعا يضم هذا الغداء إلى الرئيس الفرنسي الوفد المرافق، بالإضافة إلى يعني رؤساء الحكومات، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وطبعا عدد من السفراء العرب والأجانب وقادة الأجهزة الأمنية والوفد الفرنسي المرافق. يعني يبدو في هذه الأثناء الرئيس عون وإلى جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدخلان سويا على السجاد الأحمر للوصول إلى مكتب الرئيس عون لتبدأ هذه الخلوة في الزيارة للقصر الجمهوري. وطبعا هذه الزيارة الثانية للقصر الجمهوري للرئيس الفرنسي في غضون شهر. هو يعني وصل إلى بيروت تقريبا في 6 آب بعد يومين من انفجار المرفأ، وطبعا وقال بأنه سيعود في أوائل أيلول للاحتفال بمئوية لبنان الكبير. طبعا الوفد الفرنسي المرافق، الوفد الإعلامي ووفد المستشارين ووزير خارجية فرنسا لودريان يظهر أمامنا أيضا، يدخلون وانتظار انتهاء هذه الخلوة، يدخلون إلى قاعة 22 تشرين. وفد فرنسي كبير اليوم مرافق للرئيس إيمانويل ماكرون، يضم حوالي 50 شخص من مستشارين ومن رجال أعمال ومن إعلاميين وحتى ملحقين عسكريين ونواب أيضا في البرلمان الفرنسي. بدأت هذه الخلوة في هذه الأثناء بين الرئيس ميشيل عون والرئيس إيمانويل ماكرون. بعد قليل ينضم إلى هذا الاجتماع الرئيس نبيه بري كما قلنا ليكون اجتماع ثلاثي، وبعد الاجتماع الثلاثي يكون هناك الغداء طبعا التكريمي. سيكون في بداية الغداء التكريمي كلمتين، كلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يرحب فيها بالضيف الفرنسي الكبير رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومن ثم سيكون للرئيس الفرنسي كلمة أيضا يرد بها على الرئيس اللبناني. وطبعا يبدو أن هذه الكلمات ستكون منقولة مباشرة على الهواء متلفزة، ستكون في البهو الخارجي للقصر الجمهوري ولن تكون على مأدبة الغداء بالتحديد. سنكون معكم في كل التطورات لهذه الزيارة من القصر الجمهوري ومن ثم من قصر الصنوبر بعد الظهر، حيث سوف يستقبل الرئيس ماكرون غبطة البطريرك مارشارا بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر مشرق للطائفة المارونية. سيكون هناك لقاء بين البطريرك الراعي والرئيس إيمانويل ماكرون على مدى نصف ساعة،
ومن ثم يستقبل الرئيس ماكرون عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية على غرار ما فعله في الزيارة الأولى. وعند الساعة 7:30 سيكون هناك مؤتمر صحفي للرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، يلخص فيه يعني كل جولته التي قام بها على لبنان، بداء من يعني زيارته للسيدة وصولا إلى المطار، زيارته السيدة فيروز، ومن ثم اللقاء مع الرئيس سعد الحريري في قصر الصنوبر، وصباح اليوم يعني زيارة محمية أرز الرب في جاج وزرع أرزة، ومن ثم لقائه في المرفأ وطبعا مع المجتمع المدني اللبناني. نعم دعاء، سنتابع معك خلال النهار تفاصيل أكثر عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتابع النشرة. أوضح أن أبهدي أبو الحسن لصوت لبنان الأسباب التي أملت على الاشتراكي تسمية مصطفى أديب معولا على الحراك الفرنسي كخشبة الخلاص الأخيرة. هناك يعني حراك فرنسي مكثف باتجاه لبنان يحاول إيجاد صيغة مقبولة لإنقاذ الوضع، وهذا الأمر يشكل خشبة الخلاص الأخيرة، وأول امتحان للحكومة أن نخرج من توزيع الحصص والحقائب. علينا أن نأتي باختصاصيين بكفؤين أن تكون مهمتهم الإصلاح أولا. اثنين، لابد من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ يطمئن الأقليات، وأن نذهب تدريجيا إلى تنفيذ اتفاق الطائف، وأن نفكر جديا باتجاه أن نذهب إلى تطوير نظامنا السياسي في الوقت المناسب نحو الدولة المدنية. هذا هو مطلبنا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي. إذا نجحنا يكون قد حدث اختراق كبير في جدار الأزمة اللبنانية، وإن فشلنا سنفشل جميعا وسيذهب البلد إلى الهاوية أكثر فأكثر. على صعيد المالي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سليمي أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك، ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني. وشدد في حديث لسكاي نيوز عربية على أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، موضحا أن حجم السوق السوداء لا يؤثر على أسعار العملة. وقال سليمي الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب، ولن نستخدم الاحتياطية النقدية الإلزامي. وأعلن التواصل مع البنك المركزي الفرنسي قائلا دفاترنا مفتوحة للجميع. في المئوية الأولى أكد الرئيس أمين الجميل لإذاعتنا أن المئوية تأكيد على الكيان اللبناني المستقل والنهائي. تقرير ترازي الخوري. اعتبر الرئيس أمين الجميل أن الأمير فخر الدين أنشأ دولة حديثة، وأنه حتى ضمن إطار الإمبراطورية العثمانية كان واقع بعض المناطق في لبنان يتمتع بالاستقلال الذاتي. واعتبر الرئيس الجميل أن لبنان الكبير إنجاز تاريخي. هذه المئوية ما أجت بشكل مصطنع، أجت بشكل طبيعي، استمرار وتأكيد لذاتية خاصة لهالكيان اللي هو لبنان، كان يتوسع ويزم، إنما كان دائما موجود ككيان مميز بمنطقة الشرق الأوسط. فلذلك هذا منه شيء مصطنع اللي حصل سنة 1920، فهذا شيء كان تواصل تاريخي أدى إلى هذا الإنجاز. الرئيس الجميل وفي حديث لصوت لبنان شدد على دور عائلة الجميل في إعلان دولة لبنان الكبير. جمعوا بعض المغتربين اللبنانيين حتى يطالبوا كل السلطات الدولية بالاعتراف بالكيان اللبناني، فلذلك أنطون الجميل لعب دور، وكذلك الأمر جدي اللي كان كمان لاجئ إلى مصر بحقبة معينة شارك مباشرة بهذا الأمر. جدي وأخوه كانوا عم بيحاربوا السلطات العثمانية، وهذا موجود بعدة كتب، يعني منه شيء مجهول شيء معروف، وكتاب دنيس عمون مثلا عن تاريخ لبنان ركزت على دور دكتور أمين جميل جدي وأخوه الشيخ يوسف. وعن العلاقة مع فرنسا قال الرئيس الجميل إذا عدنا إلى العام 1920 نرى أن دور فرنسا كان إيجابيا من الأساس. ليس فقط العلاقة بين دولتين، إنما علاقة بين شعبين وثقافتين. لبنان ممكن نقول أنه امتداد للثقافة الفرنسية، عطفا بالطبع
على تعلق لبنان بالثقافة العربية، وهذا هو ميزة لبنان. من هون أهمية لبنان يكون بهذا العمق الفكري العربي والغربي، وهذا اللي بيعطي لبنان الدور الطليعي والدور المميز، يكون هو همزة وصل بين حضارة الشرق وحضارة الغرب وثقافة الشرق وثقافة الغرب. وعن ضم الأقضية الأربعة قال الرئيس الجميل إن استرجاع الأقضية الأربعة أمر طبيعي جدا، ولم تكن هذه الأقضية جزءا من سوريا أو أي كيان آخر. تراز الخوري، صوت لبنان. وفي ذكرى المئوية ينفذ الثوار وقفة حاشدة أمام النصب التذكارية في نهر الكلب عند 3 PM على أن تنطلق بعدها مسيرة إلى ساحة الشهداء، وتعتصم مجموعات أخرى أمام قصر الصنوبر. تحقيقات المرفأ بعد الفاصل. في منشات المساء اليوم الثلاثاء، لماذا يصر الرئيس الفرنسي على متابعة الملف الحكومي إلى النهاية؟ وهل يرعى فعلاً مؤتمراً تأسيسياً في مئوية لبنان الكبير؟ وما هي المصالح التي تحرك فرنسا في المتوسط وسط الصراع التركي الإيراني على المنطقة؟ الجواب مع الخبير في الشؤون الفرنسية الدكتور وليد عربيد. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم إلان زغيب عيسى. دولة لبنان الكبير، المئوية الأولى، صلابة وطن، جهالة حكام، نجاحات وإخفاقات، ولاءات وخيانات، انتماءات واحتلالات. لبنان الكبير من الاثنين إلى الجمعة بعد نشرة 8:15، والإعادة بعد نشرة 5:15 ابتداء من 1 أيلول عبر صوت لبنان. يواصل عناصر الدفاع المدني في اليوم 29 لوقوع انفجار المرفأ عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجيش اللبناني والمسح الميداني الشامل، إلى حين التمكن من العثور على المفقودين كافة والانتهاء من المهام المكلة إليهم. النائب وائل أبو فعول نبه من أن تحقيقات المرفأ تغرق في المسؤوليات التقنية والإدارية، وهذا مؤشر خطير، ولفت إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم استدعاء أو مساءلة مسؤول كبير واحد في القضاء أو في الأمن أو في السياسة عن مسؤولية تخزين المواد المتفجرة كل هذه السنوات، وأعرب عن خشيته من أن يكون الرهان على تمرير الوقت لكي ينسى المواطن وبعدها تكر سبحة إخلاءات السبيل وتجهيل المسؤولين. أسفت نقابة المحررين لمنع الام تي في من تغطية الاستشارة النيابية، ودعت إلى إعادة النظر بالقرار في أسرع وقت، مشددة على الاحتكام إلى القانون الضامن الفعلي والأساس للحرية. بلدية الميناء في طرابلس ستقفل لمدة 3 أيام بسبب إصابة أحد الموظفين بالكورونا. وعلى صعيد آخر، رؤساء البلديات في اتحاد بلديات صيدا يطلقون صرخة مطالبين بمستحقاتهم المالية. التفاصيل لرائف الملاح. أطلق رؤساء البلديات المنضوية في اتحاد بلديات صيدا الزهراني وعددها 16 بلدية صرخة موجهة إلى الدولة اللبنانية وإلى وزارة الداخلية لتسديد مستحقات البلديات المالية منذ العام 2018 ولغاية اليوم. وهدد رؤساء البلديات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في القصر البلدي في مدينة صيدا باتخاذ خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة. رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي أكد أن المسؤوليات كثيرة ومتتالية ولم يعد بإمكان أي بلدية بالاتحاد على تحملها. نداء أخير وصرخة نطلقها اليوم، أنصفوا البلديات وأنصفوا اتحاد بلديات صيدا الزهراني من خلال صرف المستحقات البلدية المتوقفة، وأيضا من خلال دعم استثنائي للبلديات، لأننا نخشى أن يأتي اليوم الذي قد نضطر فيه أو قد تضطر فيه بعض البلديات لحل مجالسها وتسليم مفاتيحها للدولة، ونخشى أن يكون هذا اليوم قريبا. أما رئيس بلدية عبر إليم شنتف طالب عبر صوت لبنان الدولة القيام بواجباتها كما أن البلديات تقوم بواجباتها وأكثر. البلديات رح يكون لها تصرف كتير ما رح تحبوا الدولة، لأنه هيدي الدولة اللي عنا إياها ما بتمشي إلا من فوق، يعني شيء مؤسف.
بقى هيدي صرختي للدولة، إن شاء الله تكون عم تسمع، مع أنه من هلأ بشري لا في دولة عم تسمع، وتغيير ما رح يصير وراحين على الأسوأ. أما رئيس بلدية البرامية جورج سعد أكد لإذاعتنا على معاناة البلديات للقيام بمسؤولياتها الدولة، فإذا مطلوب من الدولة هي المنقذ الوحيد بهذا الموضوع لحتى نحن نقدر نوقف أجرينا. عنا القطاع الصحي مسؤولين عنه، صرنا عنا القطاع الاقتصادي مسؤولين عنه، عنا موتوريت الكهرباء الناس ما عم تقدر تطور وعم تقدر تدفع، يمكن عنا كل شيء مطلوب من هيدي البلديات. طيب فإذا البلديات بدها أكسجين، أكسجين ما بيجي إلا من الدولة بهذه. ويبقى السؤال، هل تستجيب الدولة وبشكل خاص وزارتي المالية والداخلية والبلديات وتبادران لدفع المستحقات للبلديات، أم نحن مقبلون على وضع كارثي جديد عنوانه إفلاس البلديات؟ من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان. كشفت يدي عود أحرنوت أن رحلة العال إلى أبوظبي أمس لم تكن أول رحلة مباشرة بين البلدين، حيث زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإمارات سراً في العام 2018 للقاء ولي عهدها محمد بن زايد. المرشد الإيراني علي خامنئي رأى أن الإمارات خانت العالم الإسلامي وفلسطين بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل، وتمنى خامنئي أن تستفيق الإمارات من هذا الوهم وتقوم بالتعويض عن نتائج هذا الفعل المدان. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القصف الإسرائيلي على سوريا أوقع 11 قتيلا من بينهم 10 عسكريين من الجيش السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. تتراجع حدة موجة الحر اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة ساحلا وجبلا وبقاء الأجواء حارة نسبيا، قبل أن تعود وتضرب موجة الحر مجددا وبقوة بدءا من يوم الخميس وتشتد أكثر نهاية الأسبوع الحالي مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. كان في هذه النشرة ماكرون 3 أشهر لإحداث التغيير ومستعد لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل. وزني يوقع عقد التدقيق الجنائي وعون يتعهد متابعته حتى يأخذ التنفيذ مجرى. سليمي يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية ورفع رؤوس المال إلزامي للبنوك. الرئيس أمير الجميل لإذاعتنا عن ذكرى إعلان لبنان الكبير، المئوية تأكيد على الكيان اللبناني المستقل والنهائي. في المئوية وقفتان للثوار في نهر الكلب وفي ساحة الشهداء واعتصام أمام قصر الصنوبر. خامنئي: الإمارات خانت العالم الإسلامي وفلسطين بتطبيعها العلاقات مع إسرائيل. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.